مفيش حاجة تيجي كده وارجع زي زمان. يا أصحاب البيت، أصحاب البيت، أصحاب البيت، أنا تيمور صاحب ومدير كشك الأحلام، هل من أحد هنا؟ يعني كيف يتركون الباب مفتوحا؟ ما دخلي أنا أسفل. كيف ما دخلي أنا يعني يأتي اللصوص ويسرق البيت هذا أفضل؟ عندي حل، سأضع الجريدة وأغلق الباب هذا أفضل. طريقة اللصوص من اثنان فقط انتهت الكوارث والمصائب في العالم. لا 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 ليه؟ من الذي فعل هذا؟ من أغلق الباب؟ كيف سأدخل؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك وبالجدي. هل عندك عصير بارد؟ طبعا إنه بارد، موضوع في الثلاجة جاهز، ولكن يعني عصير ألا تريد؟ يعني حليب، لبن عيران، جميد. عصير حليب؟ لا لا، أنا بدوي مدر، أريد عصير كيوي. كيوي؟ نعم. طيب والجدي، أنا أريد كوكتيل. نعم. تفضل بالهدايا والشفاء. اسمع يا ولدي، أنت شاب لطيف ويمكنني الوثوق بك. شكرا يا عمو على هذا الإطراب، على هذا الإطراء. لذلك قررت أن أترك هذا الجدي أمانة عندك بشرط أن تعتني به. ولكن يعني أخشى أن يكون ذلك صعبا. وما الصعوبة في ذلك؟ ها؟ أربطه في هذا الكشك. لا أعرف ماذا أقول لك، ولكن الأمانة صعبة، يعني أخاف أن أنشغل عنه. يعني ما بكم يا أهل المدينة؟ لا تستطيعون أن تقدموا خدمة صغيرة؟ من أخبرك بهذا؟ أنت تأخذ فكرة خاطئة عن أهل المدينة. لحظة واحدة، سأري. تريني؟ ياو! ما هذا أهل المدينة؟ أنا سأعتني به، سأربطه هنا. تعتني به؟ نعم. شكرا لك. هلا. السلام عليكم. يا هلا. سلم على وضحى بن عجلان. تعال اربطه هنا. أتريد أن تقنعني أنك نظفت المرآة؟ نعم، لقد نظفتها، لكن لا يزال عليها بعض الغراب. الغبار كله يطير. هذا لأنك لم تسمح لي بشراء سائل خاص للتلميع، والماء وحده لا يكفي. ولماذا سائل التلميع؟ هذا تبذير. وما علاقة لمعان المرآة بعدم مجيء أي زبون إلى محلنا منذ أسبوع؟ وما علاقة ذلك بالزبائن؟ الزبون تبحث عن المحل النظيف الكريم المرطب. محلنا لا تنقصه النظافة، ما يبعد الزبائن شيء آخر. ماذا تقصد شيء آخر؟ أن أغير شفرات الحلاقة؟ اهلا جلال ابو الجل، عامل ايه؟ اخبارك؟ والله حلو. تمام. اقول لك ايه، عندك كريت الرايه؟ يا سلام، موجوده هنا امامك على اليمين. مفيش حاجه يا تيمو. لا يوجد شيء. سرقت الجرايد. بالراحه يا تيمو، بالراحه، انت مربي جدي؟ اكيد هاكل كل الجرايد يا تيمو. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا هجيب مكشك التاني. باي باي. طب لحظه يا جلال، اشتري الجدي فلدي كل الاخبار. يا جلال تعال هنا. ماذا فعل؟ ماذا؟ يا أخي، ألم تترك خبرا واحدا؟ ماذا فعل؟
جود مورنينج يا بطاقية صوف. صباح الخير نعيم. ها ما هذا؟ ها شعرك طويل اليوم. اترك شعري. ها لماذا؟ لماذا هكذا تقولها بالفم المليان؟ أن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني حلاقتي لا تعجبك؟ لا تعجبني. ها هكذا تقول؟ حسنا إذا نعمل مشوار. مشوار كله يشم هواء. فعلا لا ماء ولا عصير حتى. فعلا هناك مخلوقات لا تستحق أن تمنح الحرية. سأجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تنتهم جرائدي ومجلاتي. جدي فجعان. أسكت، قلت لك لا يوجد ماء. تعلم طبعا ما ريقك ناشف من التهام الجرائد والمجلات. اصبحت مثقفا. تعال لهم. ماذا تفعل يا شحروره؟ اكلس المحل. ها تكلس المحل؟ هل اتى زبون الى المحل؟ كيف لم تخبرني؟ كيف تسمح لنفسك ان تصبح نعيما في غياب نعيم الاصلي؟ لم ياتي اي زبون وانت هنا منذ الصباح يا سيد نعيم. دكتور نعيم، إن لم أكن حلاقا كنت طيارا أو رائد فضاء. ما الذي تكنسه إذن؟ أكنسه أي شيء. ولماذا هذا التبذير؟ خد لنفسي لعل يمر أحد من هنا من أمام المحل ويراني وأنا أكنس فيغري ذلك فيدخل لي الحلاقة. ما بك معلمي؟ لما لا تطلب من العم أبو وصفي أن يأتي هنا إلى المحل ليحلق لدينا؟ ها؟ كنت أحاول إقناعه ليأتي لحلق شعراته. ممتاز. ألم يقتنع؟ لا لم يقتنع. معلمي أريد أن أنصحك بنصيحة غالية. قل يا شبل قل. أنت تعرف أنني أحب الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر. حسناً، بما أنك تستمع معلمي، لما لا تشترك في دورة لتعليم الحلاقة؟ أسكت! آي آي! أسكت! دورة حلاقة؟ حتى أنت يا شحرورة؟ أنا أدخل دورة الحلاقة؟ أنا صاحب الأنامل الذهبية، أنا أخطبوت خربتوت الحلاقة، تقول عني أنامل ذهبي؟ ولكن أصابعك لم تعمل منذ زمن بعيد وأخشى أن 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 أن, أن ماذا؟ تخشى على مهاراتي في الحلاقة؟ هيهات اجلس على كرسي الاعتراف لأثبت لك أنني أقص قصة نيو لوك. لا 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 لا, لا أريد نيو لوك. شكرا لك. تعال إلى هنا. إنني مهارات، إنني ميسي الحلاقة. لن أسمحك أبدا. لا 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 لا. ماذا تقول؟ قبلني بسرعة. قبلني من هذا؟ نعيم. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت يا أخي؟ ليس وقت السلام. لا تعال اختبئ. اختبئ هناك من الخلف. ولكن احذر من الجدي. حبيبي هل رأيت هذا؟ ليس هنا. لا هذا مو بهذا، لهنا الشحرور هذا الأجيري. الشحرور؟ نعم، حط على هذه الشجرة منذ قليل ثم طار. هاي شنو؟ نكتة حبيبي؟ طرفة. ولكن أنا فعلا لا أمزح معك، أحط الشحرورة على هذه الشجرة ثم لكنه خشي أن يلتهمه الجدي وهرب. هذا حبيبي، هذا التيس لا يلتهم العصفورة. تظن ذلك؟ بالنسبة لهذا الجدي يمكنه أن يلتهم أي شيء. أهو لك هذا الديناصور؟ ديناصور؟ هذا سلحفاة جدي، إنه ليس لي. لو كان لي لسلمته للشرطة وطلبت بمحاكمته. إنه أمانة. أنا لم أسألك، أسأل التيس حبيبي. دعابة. يبدو أنك هذا منزعج منه. منزعج فقط؟ أنا في غاية الإنزعاج، ولكني مضطر أن أبقيه هنا حتى يعود صاحبه ويأخذه. إذا كان هذا يسبب لك الكثير من الإزعاج يمكنني أن أخذه إلى المحل. حقا ليس لدي شيء في المحل ليأكله. تعتقد ذلك؟ يعني ماذا سيأكل؟ هل شفرات الحلاقة أم المقص أو الصابون؟ يلا هذا، أعطني هذا التيس حق المندي. ها وعندما يرجع صاحبه تعال وخذ. جميل رائع، شكرا لك يا نعيم. هذا يقول ما شوف هذا يعني جوعان، سأكله التونة. احذر ان ياكل شعر الزبائن.
فعلا هذا النعيم إنه رجل طيب، أخيرا أراحني من الجدي، الحمد لله. فعلا إنه رجل طيب. نعم، لهذا يجب عليك أن تصالحه فورا. هيا اذهب إلى المحل. اذهب الآن بسرعة. الحمد لله، علي الآن أن أحصي ما خسرته من الجرائد والمجلات، إنها في بطن ذلك الجدي. لماذا أحضرت هذا الجدي؟ وما دخلك أنت؟ جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي؟ من بعد طول المغيبي؟ ها؟ ما؟ تريد ما؟ لا. ها؟ حتما تحتاج إلى ما؟ ها؟ خذ. ست مجلات، ثمان جرائد. السلام عليكم يا صاحب الكشك. وعليكم السلام يا صاحب مكينة الطعام. يو. أنا صاحب الجدي ولست صاحب المكينة، وهذا ما قصدته. الجدي الذي تركته عندي التهم جرائدي والمجلات والرقائق البطاطا. يو. حقا؟ ولما تركته يفعل ذلك؟ أنا تركته، أنا لم أجد وسيلة لربطه أو السيطرة عليه إلا وجربتها، لكنه جدي عنيد. يو. نعم، فوالده تيس، والتيس معروف بعناده، أين هو؟ سأحضره حالا، ولكن انتبه الكشك جيدا. أنا الشاكي أنا مرحبا يا نعيم، كيف حالك؟ هلا زعتور. لا أدري كيف أشكرك على هذه الخدمة، يعني شكرا لك يا أحلى حلاق، يا أحلى حلاق أنت. حبيبي نحن في خدمة الشعب، تفضل. ولكن أين الجدي؟ أريد استعادته. أوف كورس انتظر لحظات وسأحضره. حنان هيهات هيهات. هل هو في الكيس هنا؟ حبيبي إن شاء الله المرة القادمة بدي كير ماني كير. هيا اذهب. يلا اذهب. أنا الشاكي أنا الباكي أنا الحساس. أين الجدي؟ إنه في الكيس. يا سلام، شكرا 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 على اهتمامك. لا إنها أمانة يجب أن أحافظ عليها. شكرا. ما هذا؟ لقد أصابته الثعلبة. ليس الثعلبة، ماكرة. لابد أنه نعيم الحلاق الذي قص له شعره. ولماذا؟ لابد أن مظهره يعني لا يحب النظافة فقص له شعره، يجب أن تشكره. أشكره؟ نعم، لقد خرب بيتي، على ماذا أشكره؟ أنت وضعت الجدي عندي وخرب لي كشكي ولم أصرخ في وجهك، يعني ما المشكلة في قص شعره؟ قل له نعيما. المشكلة أنه يؤدي دور البطل في مسلسل تلفزيوني. الجدي ممثل؟ هل يمكن أن أخذ صورة معه؟ نعم، إنه بطل المسلسل الذي يتم تصويره في الحديقة. ماذا سأقول لهم الآن؟ سيطردونه من العمل ويعطون دوره لممثل آخر. طب يعني ألا ينفع أن تأخذ أنت البطولة مكانه؟ أمزح. طب ما المشكلة يعني؟ أكيد لا تخف، أكيد سنجد له حلا. أي حل ها؟ بعد أن قصصتم شعره وغيرتم شكله، إنه راكور. يعني يا نعيم حتى الجدي لم تعرف أن تقص له شعره؟ كم ثمنه؟ إنه بطل 10,000 ريال. انظر إلى هذا المحل، من الواضح أنه حلاق ماهر. انظر إلى الشعر أمام المحل، يبدو أن عنده كثير من الزبائن. معك حق، هيا بنا. هيا. تفضله الحلاق نعيم، متعب من كثرة الزبائن. تفضله